هذا المفهوم ديال الجهويه اللي يعني احنا فيه، النموذج التنموي الجديد والارقام الفلكيه اللي كاينه ديال الفلوس اللي رصدتها الدوله الاقاليم الجنوبيه، راه اذا ما كانت واحد الاستراتيجيه معينه وكانت نخب معينه قادره على التنزيل المتوافقه وعارفه ان هذيك البرامج خاصها توصل للمواطن، والله ما يوصل لهم شي حاجه، والله ما تنجح. هذه دعوه من التجمع للشباب. الفاعل السياسي هو بيت القصيد فيما نقول فيه اليوم، الافكار موجوده، المواطن اللي بيسمع في الشارع اليوم غيقول لك انا بغيت غير نمشي للسبيطار ولا الناس طافين الصف، راه هذه في حد ذاتها سياسه عموميه، ولكن الفاعل السياسي هو بيت القصيد، وهذا هو التحدي داخل التجمع، كيف نجعل من فاعلين السياسيين فاعلين يتميزون بالقرب والإنصات والتواصل وبالمغامرة كل ما هو شخصي وذاتي خدمة لهذا الوطن. أنا كنقول لأنه ملي ناقشوا الموضوع ديال الشباب والنموذج التنموي الجديد، حنا كنهضروا كنموذج ديال كل مواطن، هذه هي النقطة التي نناقشها اليوم. يعني حنا في جهة، الجهة الآن في القانون الجديد هو أنه رئيس الجهة أصبح آمرا بالصف، إذا ما بقاش الجهة ما بقاش الوالي هو من يتحكم في الجهة، إذا ولا رئيس الجهة هو الآمر بالصف، هو الذي يجب أن يضع في السنة الأولى في العام الأول يحصل وضع البرنامج التنمية للجهة أصبح أقل من ربع. حنا خاص يبدا هذا القانون هذا يعني السنة الأولى خاصو يبدا، حنا بغينا نشوفوا هاد الشهادة شنو دارت بالنسبة للنموذج التنموي الجديد اللي شافوا الحفظ في مسار الثقة في مجال التشريع، في مجال الصحة، في مجال ديال التعليم.